مرحبا جميعكم وأهلا بكم في كتاب الطبيعة. يتعلق هذا الكتاب بعالم الحيوانات، وفي كل فصل سيخبركم السيد دب قصة عن واحد منا. ابقوا معنا يا صغار ولا تضيعوا، سيكون اليوم حافلا. أنتم مستعدون؟ أجل أمي. أي أسماعي؟ قصص الدب مثيرة للاهتمام دائماً. أنت محقق. مثيرة للاهتمام مثلنا. أريد أن يتعلم الأولاد عن الحيوانات المفترسة. كف عن القفز، هيا. حسناً، أرى أنكم جميعكم هنا. اليوم فتح كتاب الطبيعة الجميل. اليوم سأخبركم عن قصة صغيرة عن الأرنب الوحشي. هذه الطيور العديمة النافة، أعمل بجهد طيلة اليوم، وأنت ماذا تفعلين؟ تنزلين وتأكلين بذور الغالية، وليزداد الأمر سوءا لم تمطر منذ أيام. مرحبا يا صديقي الصغير، كيف الحال؟ إنه صباح جميل، أليس كذلك؟ مرحبا يا سيد اللقلق، لم أكن أقصد. أنت مشغول كالعادة، صحيح؟ أسمعك وأنت تلعن وتطلق الشتائم، ما الخطب يا ترى؟ السبب هي تلك الطيور، فهي تأكل نباتاتي. لا يجب أن تغضب إلى هذا الحد. حقاً؟ ماذا علي أن أفعل؟ أجلس وأصفق؟ أنت تتنقل مسرعاً في المكان كالدبور، تحاول القيام بخمسة أشياء في آن واحد، وهذا يوقعك في المشاكل، وأنت تغضب عندما تقع في المشاكل. لما لا ترتاح قليلاً وتأخذ الصنارة وتذهب للصيد؟ أتعرف؟ هذه ليست فكرة سيئة. هاي هارولد، اجلس على الصخرة، إنه يوم رائع للصيد. يبدو لي هذا جيدا. لقد أمسكت بشيء، إنها ضخمة. يا للهول. أمسكت بها. أنا آسف، لقد أفلتت مني. لقد أمسكت بها. هذا جيد، وإلا كنت سأغضب كثيرا. حسنا، حاول يا هارولد. ماذا سأفعل بهذه السمكة يا ترى؟ أعشاب ضارة. هاي لا تستأ إلى هذا الحد، وإلا لن تمسك بشيء. سنرى في هذا الشأن. أه. أه.
لقد تشابكت خيوطنا. لقد اكتفيت من هذا. ماذا؟ إلى أين تذهب بهذه السرعة؟ سوف أشارك في سباق الدراجات. مهلا، أي سباق دراجات؟ تقام مسابقة كأس الغابة السنوية في القرية أيها السخيف. أنا أسرع من أي خنزير، هذا مؤكد. أنا أسرع من أي كان، أريد الفوز بكأس الغابة تلك. أجل، سيكون هذا رائعا. أنا ذاهب للفوز بكأس الغابة. أنا ذاهب للفوز بكأس الغابة. عد إلى هنا يا هارولد، سنارتك تحت المياه وهي تعوق خيطي. عذراً، اتبهتوا مواقعكم رجاءً، استعدوا. تهيأوا. انطلاق. هارولد، ماذا تفعل؟ هي، سأفوز في السباق. حسناً، حظاً سعيداً لك، لكن أحرص على ألا يغضبك شيء. أجل بالفعل، وها هم يا أصدقاء الفائزون في سباق اليوم الرائع، فلنصفق لهم بحرارة. لا، أنت لست مصابا أليس كذلك؟ لا، لكن العجلات متضررة، لا أفعل شيئا بطريقة صحيحة. يجب أن أعتني بنباتاتي. يا ويلي يا ويلي، بئسا لي. ما الخطب يا هارولد؟ لما أنت حزين؟ يا ويلي، حاولت فعل 100 شيء مختلف وأهملت النباتات وقد أصبحت جافة الآن. هيا لا تكن ضعيفا، لقد تعلمت الدرس أليس كذلك؟ ركز على نباتاتك، اسقيها جيدا وسيكون كل شيء بخير، سترى. أتظن ذلك حقا؟ بالطبع، والآن ابدأ بالعمل. هي أنت، اشربي أيتها الصغيرة وانمي لتصبحي كبيرة وقوية. وهكذا بعد فترة وجيزة تحولت البذور الحزينة إلى حقل خصب من نباتات دوار الشمس الجميلة. تعلم صديقنا هارولد أن يفعل شيئا واحدا فحسب، وأن يفعله جيدا. كان درسا لن ينساه أبداً.
السباق بأن الطريق العام مقفلة بعد الكيلومتر 20. يجب أن ينعطف السائقون غربا. نحن نعلم ذلك. أنت البطل، أنت البطل. شكراً. حظاً سعيداً في السباق. أنت لطيفة جداً. شكراً 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 لكم جميعاً. أها أجل. سيدي أحضرت لك التعديلات. أعرف كل ما علي معرفته يا فتى. إنها مهمة يا سيدي، يجب عليك أن تحفظها. السائق المتمرس مثلي يعرف كل شيء غريزياً، لا أحتاج إلى كتاب قواعد سخيف. ثمة طريق مستقيمة، ثم أنعطف غرباً عند إشارة الكيلومتر 20. إن كنت ستعتمد على تعليمات السباق فستخسر هذا السباق يا صديقي. اتخذا موقعكما. أجل أجل. حسناً أصغيا إلي جيداً. أريد سباقاً نظيفاً من أي غش. هناك سيارتان، واحدة حمراء والأخرى زرقاء. إنهما متشابهتان تماماً من ناحية القوة وجهاز نقل الحركة ونظام التعليق وإلى ما هنالك. كما تعرفان اختارهما الكمبيوتر عشوائياً، وها هي النتائج. سحب ويلبور الزرقاء وفيليكس الحمراء. في هذه المرحلة يبقى أن أتمنى لكما الحظ والمحظى بسباق رائع. والآن تقدما إلى خط البداية حتى نستهل السباق. أنتما جاهزان؟ استعدنا. لا لا لا، عد إلى الخط. آسف. وانطلقا. الوداع أيها البطيء. اعتبر هذا السباق منتهيا. ليس بعد. أنا أقترب من إشارة 20 كيلومتر. يجب أن لا أنسى الانعطاف غربا. يجب أن أبطئ السرعة بسبب المطبات، لكن لا يهم، فأنا لا أرى الهر الغبي. أيعقل أنني تخطيته من دون أن أنتبه؟ لا، لقد ذهب في الاتجاه الآخر. أعرف أني انعطفت كما قالوا لي. أنا بارع جداً. أظنه سيندم لأنه لم ينظر إلى الملاحظات. يا له من مسكين. ها هو خط النهاية. نجحت، لقد فزت، أنا الفائز، لقد نجحت. ثمة خطب ما، لما لم يصل ويلبور بعد؟ لا أعرف ماذا أقول. أعطيت نسخة عن التعديلات في المسار لكل منهما. ربما ثقب أحد الإطارات. لا أفهم هذا. فينيكس، ماذا حصل يا ترى؟ لما لم يصل بعد؟ لم ينعطف. يجب أن نذهب للبحث عنه على الفور. أدر السيارة في الاتجاه المعاكس، سأنتظرك هنا. حسناً، اصعد. انطلق. انتظران. هيا أسرع. تمسكوا جيدا. أشعر بأن خط البداية قد أصبح قريبا. سنتبع أثره مجددا بعد إشارة الكيلومتر 20. ماذا تفعل هذه الإشارة هنا؟ ها؟ أو لا، أو لا، نهاية الطريق. يا ويلي. آه.
أسمات هذا يحتاج أحدهم إلى المساعدة. ما هذا؟ حسناً، لنرى الآثار. انظرا إلى هناك، ثمة آثار عجلات وهي تتجه مباشرة نحو المنحدر. هل وقع من هنا؟ اسمع، هذا أمر طارئ، يجب أن نبث الإنذار على الراديو. فقد يسمعه أحدهم تحت المياه ويأتي لإنقاذه. اختبار اختبار، 1 2. انتباه انتباه إلى كل من يسمعنا، أحد السائقين في سباق السيارات وقع في المياه، نرجو منكم منحه المساعدة، هذه حالة طارئة. سنتمكن من إنقاذه. ترى أين هي السيارة؟ لن نراها. يجب أن نساعده، وأنا واثق بأنكم جميعا مستعدون، لكن كيف سنخرجه هو وسيارته من المياه؟ إذا وقعت سيارتك من على المنحدر ولا يمكنك أن تشغلها مجددا، أهذا تحليل دقيق للموقف؟ أصغي إلي يا سيد، إنها مسألة طارئة جدا، أريدك أن تذهب بسرعة إلى الميكانيكي وتأتي به إلى هنا. سأنجز الأمر. لا تقلق يا صديقي، ميلفن الميكانيكي هو الأفضل في هذه الأرجاء، يمكنه أن يصلح أي شيء، سيصلح سيارتك بلمح البصر، وما أن تعود إلى اليابسة حتى تتمكن من متابعة السباق. حسناً حسناً، فلنرى ما الخطب هنا، ما هي المشكلة؟ ليس الأمر مأساوياً، تحتاج إلى بعض التعديل يا صديقي. ها أنت، لا تطلب مني اجتراح المعجزات ولا تشغلها قبل أن تصبح على اليابسة. هيا أصدقاء، لا تنظروا إلي، أنا قوي لكنني لست قويا إلى هذا الحد، لن أتمكن من حمل هذه السيارة الكبيرة. لا تقلق حيال العودة إلى اليابسة، لدينا صديقة تدعى جروفر وهي متخصصة في الأوزان الثقيلة، ستساعدنا بسرور. على الرحب، حظا سعيدا لك. حسناً يا سيد، اذهب للبحث عن جروفر واطلب منها المجيء إلى هنا، وأذع بلاغاً في الراديو بأنه تم إنقاذ السائق وسيارته. سأفعل هذا. تلقيت رسالة، إنها أخبار رائعة، انظر. حسناً، أخبار مذهلة، لقد عثروا عليه وأنقذوه، سيعود إلى الشاطئ الآن. يا له من شعور رائع، أصبحت حراً أخيراً ويمكنني التكلم من جديد.
من الآن فصاعدا سأقبل جميع النصائح التي تعطى لي. الأرنب الوحشي. ما هو تصنيف الأرنب الوحشي في مملكة الحيوانات؟ الأرنب الوحشي حيوان من الثدييات، وينتمي إلى رتبة الأرنبيات وإلى فصيلة الأرانب ونوع الأرانب الوحشية. أذناه طويلتان وقائمتاه الخلفيتان مكتملة النمو. ما هي أنواعها وأين تعيش؟ تنتمي خمسة أجناس إلى نوع الأرانب الوحشية. الأكثر شهرة هي أرنب الجبل الموجود في أوروبا بأكملها وغرب آسيا وفي جنوب شرق أفريقيا، وأرنب جاك الأسود الذيل الموجود في أمريكا. كيف تعيش؟ تعيش الأرانب الوحشية منفردة وتكون ناشطة غالباً في الليل. لا تحفر الجحور بل تصنع حفراً سطحية في العشب حيث ترتاح خلال النهار. إنها حيوانات نادرة وخجولة جداً. كيف تتحرك؟ تتنقل الأرانب الوحشية عبر القفز. يعود سبب السرعة المذهلة التي يمكنها الوصول إليها بهذه الطريقة إلى كون قائمتيها الخلفيتين أطول من القائمتين الأماميتين. ماذا تأكل؟ إنها تأكل نبات البرسيم ونبات الفصفص عامة، وتحب الملفوف خصوصا. كيف تحمي نفسها؟ للأرانب الوحشية الكثير من الأعداء الطبيعيين كالكلاب والثعالب والهرارة البرية والضربان وحيوانات ابن عرس والطيور الجارحة، ودفاعها الوحيد هو الهرب. كيف هي علاقتها مع البشر؟ ليست علاقة جيدة، فلطالما طرد البشر الأرانب الوحشية ونصبوا لها الأشرار. أيمكنها العيش في المدينة؟ لا، إلا إذا كانت في الأسر. حسناً، إذن هل تعلمتم جميعكم الدرس؟ مغزى هذه القصة هو أن تركزوا على شيء واحد كي تفعلوه جيداً. أوه، انظروا من أتى.